رح نحتاج لفري من مزارع الكوثر، لبن، معجون بندورة، كركم، كمون، كاري، كزبرة، بودرة ثوم، خل وصبغة حمراء. طيب بإيطاليا لين لا بلشنا بيعتمدوا بمزارع الكوثر انه الفر بيكون بهذا الحجم. طلعي ما احنا منظرهم، انا فكرتهم اصغر بكون. بتعرفين هذا الجامبو فري من مزارع الكوثر، عم نستخدم الجامبو فري من مزارع الكوثر. اليوم رح نعمله بالتتبيلة التندوري. اول اشي رح احط اللبن لاعمل الخلطة، بعدين مرة واحدة بتبل وبحطه بالفرن، يعني خفيف لطيف. بس بما انه عم نستخدم اليوم الفري الجامبو من مزارع الكوثر، لازم نرجع نذكركم بانه في عروض خاصة على لحم الغزال موجودة في مزارع الكوثر، وزي ما انتم شايفين في عندهم اكثر من منتج. في عندنا الفري، في عندنا كمان زي ما دائما بنستخدم لحم الغزال باكثر من وصفة بالاضافة للبيض وغيره وغيره. واليوم عم نعتمد بالمطبخ الايطالي الفري اللي جاي ولين بلشت تخلط. على فكرة ما كتير بنستخدم بالمطبخ اليوم البهارات. ليه؟ المطبخ اللي انت معتمدتيه اليوم الهندي مليان كاري بهارات. اسمعي، لا عن جد المطبخ الهندي بالذات معروف قديه هو فيه بهارات، وبستخدمه البهارات كتير تكون فرش. فأنا اليوم استخدامي هون حطيت اللبن مع رب البندورة والخل، بودرة ثوم، كاري، كمون، وشوية كركم عشان برضو الألوان والفائدة من الكركم. هاي وصفة بنقدر هاي الخلطة نعملها على جاج، على لحمة، على أي إشي، بس على أي إشي بالضبط. هاي هي وصفة التندوري، يعني خلطة التندوري، ودائما التندوري بيكون لونه أحمر، فبدي أضيف شوية صبغة حمراء على الخلطة عشان شوية تكون الخليط عندي على أحمر بالضبط. أنا ممكن نستخدم إشي تاني مثلا زي الكاري وهاي القصاص، ولا ما بتعطي هاي كاري؟ لا أوكي. ما في إشي رح يعطي لون قد الصبغة الحمراء. هلأ بنقدر طبعا نستثنيها إذا في ناس ما بيحبوا يستخدموها، بس أنا عندي كبهارات حطيت خلطة بهارات هندية لأنه الحلقة اليوم هندية برعاية إيطاليا. طيب بدي أشوف مشاركاتكم على الفيسبوك قبل ما ننتقل ونسأل سؤالنا لليوم. طبعا بدي أقول هاي لكل حدا، برافو عم تبعتوا لي إيطالي. اوف شو في اجوبه ايطاليه لين هون ياسمين، اغش كله هندي 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 يا جماعه اللي عم بكتبوا ايطالي ما تردوا عليها. يعني سوزان عبد الحداد، اهلا وسهلا فيكي، يعني مجاوبة صح. لا ما ترد، والله مجاوبة صح. كاتب المطبخ الهندي. صح. شفتي انا أوكي. ليش بدك تطلعيني دائما الشريرة على فكرة؟ طيب حطيت زيت بالصينية، عم بستخدم زيت شعبان. بعدين هلا هون في توسيخ، بس بدنا نحاول ما نوسخ حالنا. تمارا انقذيني بسرعة. ايش اعطيكي؟ بس دخليلي الاساور جوا الجلوفز عشان ما اوسخهم. اوكي، انت شكلك بدك تدهنيها كاملة. ايوه بالضبط، بدنا ندلعها للفرياية. بأنها جمبوياية بس بتعرفي عليها خلطة هندية باللون الأحمر يا جماعة اللي ما بحرق. أوكي. طيب عنا طارق أبو دية، أهلا وسهلا فيك طارق، عم بيقول إيطالي. طارق فكر منيح بالأجوبة. كمان في عنا هون إكرام بتقول هندي. كمان عنا إمفادي عم بتقول المطبخ الهندي معروف جدا. هبة أهلا وسهلا فيك عم بتقول هندي. كمان تغريد هندي، فراس عربيات هندي، وما زال ياسمين دي هندي عم بتقول. ياسمين من هلا التلاميذ. يس، ملتزمة. عندي بدورة الطبخ مكيفة، بدي رأيها بدورة الطبخ. شو رأيك هلا؟ يلا اكتبي لنا على الفيسبوك رأيك يا ياسمين. وكمان شروق عم بتقول هندي، وبعدها قاعدة شو. يس، هلا أنا عن جد عم بدلع الفري هيك شوي، بعمل له مساج بالخلطة هاي. دائما اللحمة والجاج والفري وأي إشي بروتين لما تدلعيه بدلعك، أنا دائما بحكيها. فأنا بدي أعمل له شوية مساج بالخلطة، أوكي، وبدي دائما بنحط على الصدر على جهة اللحمة الزيادة، بنحطه على الصينية. زي ما قلت لك حاطة بالصينية شوية زيت، عم بستخدم من زيت شعبان برضو، عشان ندخلهم على الفرن على درجة حرارة 200.